يا صباح الخير، يا صباح الجمال عليكم. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بقى القرنبيط المقرمش بطريقه حلوه جدا وسهله جدا، وان شاء الله باذن الله يعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا كده مع بعض. همسك القرنبيطه هقطعها زهرات زهرات، يعني كل زهره لوحدها هي بتتفصص لوحديها. بصي، بتمسكيها كده تجيبي من جدرها وتقطعيها، بتطلع الزهرة زي ما هي كده زهرة كاملة. انا بسلقها زهرة كاملة وبعدها بقطعها، ما بقطعش عشان ما تتهريش معايا قوي. بقطع زهرات كبيرة زي ما انت شايفة وبعدين اقطعها زي ما انا عايزة بعد ما اسلقها ان شاء الله. بقطع الزهرة وبقشر الفروق البتاع ديت، الراس بتاعتها كده بمسكها، الحتت التخينه ديت اللي بتبقى في الجدر دي بمسكها، ايه، اقشرها تقشير عشان تبقى معايا اللي من جوه الطري، اللي من بره دي بتبقى ناشفه وناعمه وما تاخدش معاكي من الخليط بتاع القرنبيط كده. الخليط اللي انا هعمله عشان يلزق فيها كويس لازم اقشره. معايا قشرتها وقطعتها القرنبيطه دي، انتوا عارفين انا كنت جايبه واحده كبيره، خدت نصها للمخلل وده نصها التاني. شايفه نصها مطلع قد ايه؟ مطلع كتير. يعني لو انت ما بتحبيش القرنبيط قوي بلاش نعمل ونرمي، لا، نعمل نصها مخلل ونصها نعمله محمر كده ومقرمش زي ما انت شايفه. بصي بقى، بنضفها بقى زي ما انت شايفه كده، بقشرها تقشير عشان الحته اللي من بره دي تمنع الخلطه تلزق فيها، وبتبقى ناشفه كمان جدا. همسك كل القرنبيط كده انضفه كده، الغصون بتاعته زي ما انت شايفه كده، وبسلقها الزهره حتى لو كبيره بسلقها زي ما هي، وبعد ما اسلقها بقطعها حتت. معايا حله فيها ميه، الميه تغلي احط معلقه كمون وليمونه، الليمونه دي بتفتح معايا القرنبيط خالص خالص وكمان مطهر جدا جدا جدا. بسلق بقى القرنبيطه معايا، ما بسلقهاش سلق 100%، بسلقها سلق 75-80%، بحيث ان انا لما تيجي لسه هتستوي لسه هتتحمر فهتكمل سوا، فما نسلقهاش 100% ولازم ايه تبقى طريه، لا لا، تبقى 80% او 75% سلق، وال 25 ده للتحمير بقى بيكمل السوا بتاعها. معايا بقى للخلطه بتاعتي ان شاء الله هجيب الكبه زي ما انت شايفه كده. معايا 5 معالق دقيق، هحط 5 معالق دقيق ومعلقتين ثلاثه نشا، اذكروا الله يا جماعه، لا اله الا الله، صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. حطيت 2 معلقة النشا وحطيت 5 معالق دقيق، معايا كمون وملح وفلفل وشطه وكزبره وبهارات بسيطه كده، بحط سنه بهارات كمان معاها بسيطه، ومعايا 2 بيضتين، انت عايزه تحطي 4 عشان انا ديت حبه صغيرين فحطيت 2 بس كبار، يعني 2 بيضتين من اللي هم الامهات الكبيره، حطيت 2 بيضتين كبار، انت ممكن لو بيض صغير شويه حطي 3-4. بضربها كده وبزود ميه، بزود ما بحطش لبن، اللبن يطريها، انا بحبها مقرمشه ما بحبهاش طريه، بحب المقرمش خالص، فبحط ميه. بصي بزود ميه عشان ايه؟ العجينه هتبقى تقيله معاكي، تزوديها سنه ميه بسنه ميه، مش نحط مره واحده كده. الخلطه كده حلوه جدا معايا وجميله، افضيها بقى في بوله كده. اه، معايا الخضره، نسيت الخضره، صحيح انا الخضره بحطها في الفريزر علشان هي بتبوظ بسرعه، وانا ما كانش عندي لسه، ما كنتش جبت طازه، فخدت معايا كام فص ثوم مع الخضره كده مجمداهم معاهم. دي ساعات لما اكون مزنوقه وما عنديش خضره بطلع من الفريزر واعمل، مش هقف يعني احنا ايه عندنا في الفريزر نطلع ونعمل منها، مش هتعمل اي حاجه، هي زي الطازه بالظبط. بصي زي الفل، انا ما كانش عندي خضره ساعتها غير بقدونس بس، فاخدت من الايه الخضره اللي انا شايلاها في الفريزر، بفضيها في بوله زي ما انت شايفه كده. بصي السمك بتاعها لا هي تقيله ولا خفيفه. هبدا بقى احط القرنبيط في الخلطه وانزل بيه، بقطع القرنبيط كل واحده بقطعها نصين او ثلاثه، عامل زي البانيه، بتقطعيه يعني اللي عايز تخينه
بيخليها، اللي عايز رقيقه شويه بيقطعها زي البانيه بالظبط كده حتت رقيقه، وبحط بقى على كل واحده شويه خلطه، لان الخلطه انا عاملاها كتيره مش قليله، عشان تخش بين العيون، تملى العيون اللي هي الفتحات اللي هي فيها، تدخل فيها الخلطه، فبتخلي من جوه كمان مقرمشه قوي، من جوه كمان قلبها ما يبقاش طري. بصي انا حمرت القرنبيط مقرمش جدا معايا وزي الفل، مفيد جدا القرنبيط، مفيد جدا جدا جدا، يا ريت تاكلوه فيه جميع الفيتامينات اللي تخطر على بالك. القرنبيط ده ومضاد للاورام والحاجات دي، ومضاد لحاجات كتيره قوي، وفي فايده جامده يعني. يا ريت الكرنب والقرنبيط تاكلوه لاولادكم، لانه مفيد فعلا والله، وهو بيجي فتره الشتاء بس. سبحان الله ربنا بيخلق لكل حاجه يعني، سبحان الله خالق الخضار بتاع الشتاء لحاجات في الشتاء، لان الشتاء بيبقى الشمس فيها قليله، ففيتامين د بيبقى قليل، فربنا بيعوضنا في ايه، في القرنبيط وفي الكرنب. بحمرها زي ما انت شايفه كده، تبقى مقرمشه وطعمها تحفه، الريحه بتاعتها بتبقى تحفه. تحطي بقى معلقه شويه صغيرين كده توم باودر، بصل باودر، كمون، شطه، فلفل اسود، ملح، كزبره ناشفه، تحطي من كل حاجه ربع معلقه ربع معلقه، حطي تشكيله كده بيخليها ريحتها وطعمها تحفه. وما تنسوش ايه، الكمون، شويه كمون، عشان الكمون بيمنع الغازات، عشان ما يعملش غازات عندنا في بطننا. بألف هنا والشفا. ما تنسوش بقى اللايكات يا حبايب قلبي، يا ريت تشتركوا في القناه وتدوسوا على زر الجرس، ودوسوا على علامه الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وتوصلكوا اشعاراتي. طريقه ايه؟ طريقه بتاعه امهاتنا بتاعه زمان، طريقه قديمه بس تحفه، ما تفتكسيش في الحاجات دي، الحاجات دي تبقى عايزه طريقه امهاتنا بتاعه زمان، مش عايزه افتكاسات ولا حاجه. والله ما في احلى من الاكل بتاع زمان، مقرمش وجميل وتحفه جدا، والريحه والله تغريك ان انت تاكلي. بلم بقى الحاجات الفتافيت اللي وقعت بقى من الخلطه دي واتحمرت عشان ما تلزقش في القرنبيط، بلمها زي ما انت شايفه كلها كده بكبش بالصفايه اللي هي بتصفي الزيت دي. بصي، وبعدين بحط بقى الجديد على نظافه كده، عشان ما يبقاش فيه حتت محروقه. واخر حبه في القرنبيط بيفضل حبه في الاخر خالص مفتفتين كده، بحاول ايه المهم الحبه المفتفتين مع العجين، الخلطه بتاعتي الجميله دي، واعملهم قرص او قرصين كده، بيبقى طعمهم اهو. انا بصي فتفت الحبه الاخرانيين وحطيتهم في الخلطه، وهعملهم قرصين معاكي، طعمهم احلى من القرنبيط كمان نفسه، بيبقى عارفه انت لو فتفتي القرنبيط كده وحطيتيه في، بيبقى عامل زي عجه القرنبيط، عجه القرنبيط دي جميله جدا جدا جدا. ابا لسه بحمر القرنبيط، بقيه القرنبيط بحمره، سبحان الله كان فيها بركه، بركه جدا جدا جدا، سبحان الله. يعني انا خللت نصها وطلع المخلل بتاعي في منتهى الجمال، طعمه تحفه. وخدت النص التاني احمره زي ما انت شايفه كده، يبقى كده احنا كنا القرنبيط على نفسنا، وعملنا المخلل كمان، فما خسرناش حاجه، ما عملش ورمي عشان حرام يا ولاد. ده توفير منك لما تعملي على قدك، ما تعمليش اي حاجه زياده عن يعني امكانياتك، او زياده عن اللي انت هتاكليه في الوقت اللي احنا فيه ده. عايز توفير على قد ما تقدري وفري. بصي تحفه 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 والله، متحمر وشكله، والريحه بقى مش عايزه اقول لكم، ريحتها في منتهى الجمال. القرنبيطه كانت ريحتها طعمها وريحه في منتهى الجمال. اي نعم انا مش بحبه كتير، بس بحب يعني لو هو مقلي سخن كده يغريك ان انت تاكلي جنبه شويه مخلل وشويه سلطه كده، بيبقى تحفه تحفه تحفه. دي بقى اللي ايه، اللي هي عجه القرنبيط، تاخدي القرنبيط اللي الفتافيت اللي فضلت، وتحطي عليهم شويه خلطه، وتعمليهم قرصين كده، والله هتشوفيهم لما يطلعوا تحفه جدا. بصي ملمومه وجميله وزي الفل، ومش هيتفرط منك ولا اي حاجه،
حلو جدا جدا جدا. وممكن تعملي القرنبيط باللحمه المفرومه، بس احنا مش بنحبه. لو بحبه والله كنت عملته لك، بس احنا ما عنديش حد هيرضى ياكله. بتعمليه باللحمه المفرومه وطاجن في الفرن، بيبقى تحفه تحفه تحفه. حاجه كده من الاخر، فاخر من الاخر. اهو ده القرص بتاع القرنبيط، شايفين عامل ازاي؟ جميل والله، جميل جميل. اهو ده بقى انا اول حاجه باكلها انا، هو ده كمان بيبقى ايه مفتفت، فالقلب بتاعه بيبقى فيه خلطه فبيستوي كويس ويتحمر كده، بيبقى تحفه. والريحه بتاعته جميله 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 والله، ريحه وطعم وشكل وكل حاجه. بألف هنا والشفا للي شاف، وبألف هنا والشفا للي هياكل. وان شاء الله ما تنسونيش بقى لايكات سبسكرايب يا جماعه، سبسكرايب يا جماعه، يا ريت يا ريت يا ريت، علشان يوصلكوا كل جديد مع مطبخ هالة الشريف. ان شاء الله هتعملوا كل الاكلات بتاعه زمان الجميله الحلوه. والله ما في احلى من ايام زمان، واكل زمان كان ليه ريحه وطعم، حاجه حاجه كده من الاخر يعني. دول اخر حاجه بقى معايا. بص القرنبيط بعد ما طلع، اسمعي القرمشه، قرمشه بقى مفيش بعد كده. معلقتين النشا اللي انا بحطهم مع الدقيق بيدوله قرمشه جامده جدا، وشكل وطعم وريحه. بصي حاجه تغريكي كده، ان انت تقومي لو بالليل هتقومي تاكليه. مع السلامه.